بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اليوم هو متعلق بتحويل فوريير. خلينا نفترض انه عندي سؤال بهذا الشكل صيغه مالته. افترض انه جي اوف تي هو يمثل suppose جي اوف تي از ذا انبوت تو ان لينير تايم انفيريانت سيستم. اذا هنا انا عندي سيستم، خلي ارسم مخطط للمساله. هذا هو عباره عن لينير تايم انفيريانت سيستم، والادخال ما انت اسمه منه الجي اوف تي. هذا الجي اوف تي هو الانبوت، اوكي، هذا الانبوت لهذا السيستم. هذا السيستم زين موصوف بترانسفير فانكشن اسمها الاتش اوف اوميجا. اذا الاتش اوف اوميجا هي تمثل تحويل فورير المن للاتش اوف تي مالت السيستم، اوكي، والجي اوف اوميجا هي تحويلة فورير المن للادخال اللي هو الجي اوف تي. مطلب السؤال انه اوجد الاوتبوت اللي هو شنو الواي اوف تي، اوكي. زين بالسؤال شنو مطيني؟ مطيني تحويلة فورير للادخال، جاي يقول لي هذا الجي اوف اوميجا انا مطيك اياها موصوفه بهذا الشكل، هي معرفه من ناقص 8 الى ناقص 6 بهذا الشكل، قيمتها 2 من سالب 1 الى 1 قيمتها 1 من 6 الى 8 قيمتها 2 بهذا الشكل. زين هذا منه الجي اوف اوميجا اللي هي تحويلة فورير المن للادخال. طيب الاتش اوف اوميجا مطيني الامبليتيود مالته او الماجنتيود قيمته 1 للفتره من سالب 1 الى 1 بهذا الشكل. زين ومعطيني قيمه الزاويه او الفيز مالت الجي اوف او مالت الاتش اوف اوميجا، معطيني اياها هي بهذا الشكل خط مستقيم. زين بهذا الترتيب من ناقص 5 الى 5، طبعا هذه كلها اوميجا الاكسس مالتنا، هذه اوميجا، هذه اوميجا، هذه اوميجا، اوكي، وقيمتها زائد ناقص 5. طيب صار عندي معلومات عن الادخال، مطلب السؤال هو ايجاد مقدار قيمه الاوتبوت. هسه اول فكره احنا توصل لنا، او خلينا نقول راسا اي طالب يفكر مباشره يقول القضيه اوكي، انا عندي بما انه الواي اوف اوميجا هو يساوي الادخال اللي هو الجي اوف اوميجا مضروب في مقدار قيمه الاتش اوف اوميجا حسب قوانين فوريير، انه انا عندي اوتبوت حاصل ضربهم بالفريكوينسي دومين يعطيني مقدار قيمه الاوتبوت، اوكي. زين هذه مثال بخمسة الى موجب 5. طيب هذه الاشاره مالتي بالادخال، هسه هذه هي اشاره الادخال راح ادخلها على السيستم. هذا السيستم بما انه الاتش اوف اوميجا مالته موصوفه فقط من ناقص 5 الى موجب 5، اذا هو راح يعبر لي فقط من هذا النطاق باعتبار حاصل ضرب، يعني هذا الجزء معرف فقط للفتره اللي هي من ناقص زائد 5. اذا خلينا نفترض هذه هي هذه الفتره مالتي زائد ناقص 5، هذه ناقص 5 زائد 5، هذا الجزء فقط هو اللي راح يمر، لان هذا الجزء هسه من تدخل من الاشاره من 6 الى 8 راح ينضرب ب 0، هذا 0 من 6 الى 8 فراح يصير النتيجه 0، وهذه الفتره من ناقص 8 الى ناقص 6 هم راح تنضرب ب 0 لانه الاتش اوف اوميجا خلال هاي الفتره 0، فقط الجزء اللي هو من ناقص 5 الى موجب 5 ينضرب هنا باعتبار انه هذه قيمتها 1 فراح يعبر. طيب زين اول خطوه خلي اجي هذه لازم احتاج اكتب المعادله مالتها فقط هذا الجزء مو كلها، هذا الجزء اذا اريد اكتب المعادله مالته خلي اسمي الفانكشن مالته لهذا الجزء هي تمثل قيمه الاكس اوف اوميجا. هذه الاكس اوميجا هي ضمن الفتره من زائد ناقص 1، اذا اريد اكتب معادلتها معادله هذا الجزء خط مستقيم. زين الميل مالته موجب لانه صاعد لكن بي شيفت بمقدار قيمه 1 باتجاه اليسار، فمعادلته هي 1 ناقص اوميجا، وهذا الجزء هو هم خط مستقيم لكن هو عباره عن بي شيفت باتجاه يمين بمقدار 1 فمعادلته هي 1 زائد اوميجا. زين هذه 1 زائد اوميجا، خلينا نكتب معادلته، هذا معادلته 1 زائد اوميجا، وهذا الخط معادلته هي 1 ناقص اوميجا. طيب اذا انا ضمن هذه الفتره هذا الجزء فقط اللي راح يعبر، اذا مثله رياضيا فاقول رياضيا راح اكتب المعادله مالته هي 1 ناقص مطلق اوميجا للفتره اللي تكون بها مطلق اوميجا هي زائد اقل من زائد ناقص 1 فقط ضمن هذه الفتره. زين وصفر هذا وايز امتى صفر، اوكي. فبالتالي هسه من اجي اعوض اقول اذا على ضوء هذه المعادله اذا واي اوف اوميجا راح يساوي
قلنا قيمة ال H of Omega هي قيمتها واحد، فالجاي أضرب في واحد، وال G of Omega ما راح تعبر كلها، راح يعبر فقط هذا الجزء اللي شو معادلته هو X of Omega. أوكي بهذا الشكل سهل. يبقى انتبه المل للفيز مات ال H of Omega، صح هذه قيمتها واحد ال H of Omega لكن بها فيز، والفيز مالته معادلته إذا أريد أكتبها لازم انتبه هي خط مستقيم، ومعادلة الخط المستقيم تساوي لنا شنو هي معادلة الميل، فالميل عندي المقابل هذه الفترة اللي هي من زائد ناقص 5 اللي هي 10 على المجاور اللي قيمته شقدها 10، ف10 على 10 1، في المتغير مالتي هو اوميجا، وبما انه الميل سالب فناقص اوميجا، اذا راح يصير عندي الواي اوف اوميجا تساوي قلنا هذا الجزء اللي راح يعبر فقط اكس اوف اوميجا في 1 في اكسبونيشال ناقص جي اوميجا هالشكل. اوكي زين، هسه اذا اريد اخذ تحويله فورير العكسيه اقول اذا الواي اوف تي تساوي هي الاكس اوف تي، وتاثير الاكسبوننشال هو سالب واحد، شفت بمقدار قيمه واحد. اذا هسه المطلوب من عندي وانا اطلع اول شنو اكس اوف تي، زين انا عندي الاكس اوف اوميجا فقط راح اخذ تحويله فورير العكسيه، طبق قوانين فورير العكسيه لايجاد تحويله فورير. طيب زين ابدي هسه بحل التكامل على ضوء الاشاره مالك، نقول x of t تساوي 1 على 2 باي تكامل، الإشارة قلنا راح أخذها من سالب 1 إلى 0 لأن هذا من سالب 1 إلى 0 معرفة، قلنا معادلتها هي عبارة عن 1 زائد أوميجا في j أوميجا t t أوميجا زائد 1 على 2 باي من 0 إلى 1، هذا جزء من 0 إلى 1 لمعادلتها 1 ناقص اوميجا في جي اوميجا تي دي اوميجا. اذا هسه المطلوب من عندي انا حل هاي التكامل اوكي وتساوي، راح اعطيك النتيجه حتى تكون انت تحل التكامل، تكامل اعتيادي شو راح اسوي، مجرد ما تدخل هذه تفتح على قوس يصير عندك تكامل للجي اكسبونيشال جي اوميجا تي زائد اوميجا في جي اوميجا تي، هذه نفس الكلام تدخل هذه الاكسبونيشال على القوس يصير تكامل أول مباشر ناقص الثاني، الجزء الثاني تكامله باستخدام أي طريقة من طرق التكامل، يفضل UDB باعتبار عندك متغير في exponential وهذه من طرق التكامل اللي أخذناها بالمرحلة الأولى. راح أعطيك النتيجة مباشرة وأريدك تحل السؤال حتى تشيك على نفسك أنه أنت قادر على حل باستخدام تكامله. نتيجة تكامل الجزء الأول هو JT، طبعا بعد ما تكامل راح تعوض حدود التكامل زين، والتكامل هذا تعوض نسبة الميل للأوميجا التي يعتبر ثابت عندك هنا على مود انه حدود التغير عندك هنا للاوميجا، فصير النتيجه بدلاله تي، فجي تي ناقص اكسبونيشال جي تي زائد 1 على 2 باي تي سكوير، هذه نتيجه التكامل الاول، هنا ناقص التكامل الثاني راح يكون هو جي تي ناقص اكسبونيشال ناقص جي تي ناقص 1 على 2 باي تي سكوير. اوكي عندي 2 باي استخرجها هنا انا عامل مشترك 2 باي تي يعني واحد المقامات 2 باي تي سكوير، هذولي هذه مع هذه يصير عندي 2 باعتبار سالب تدخل على القوس هذا كله يصير عندي هنا 1 ب 1 هنا يصير عندي 2، هذا رتبها عندي جي تي هذه موجب مضروب في سالب هذا سالب مضروب في موجب ادخل الاشاره عليه يصير يتحول الى بدلاله الكوساين فيصير 2 ناقص كوساين تي، اترك لك الترتيب حتى انه انت ترتب المعادله بسام. هسه هذه اسحب الاثنين ارتب المعادله يصير عندي 1 ناقص كوساين تي، عندي قانون ضعف الزاويه اذا ارتبها راح يصير عندي هذه 4 لان قانون ضعف الزاويه، هذه راح تصير هي عباره عن ساين تربيع هنا تي على 2، ممكن قانون ضعف الزاويه اذا كانت الزاويه تي يعني هي الضعف فبالتالي بالحقيقه هي شنو تي على 2 على 2 باي تي سكوير، ليش حولتها هالشكل على مود اخلي هذه الداله هذه الشابه عندي داله قياسيه او فانكشن قياسيه اللي هي منو السينك فانكشن، فبالتالي راح تكون هي عباره عن السينك سكوير تي على 2 على 2 باي. هسه هذه منو لا ننسى هذه الاكس اوف تي، انا شنو اريد الواي، اريد الاوتبوت مطلب السؤال، والاوتبوت مالتنا هو الواي اوف تي، هذه معادلته الاكس اوف تي ناقص 1، فبالتالي طلعت الاكس اوف تي اقول اذا واي اوف تي اللي هو الرايده بالسؤال هو عباره عن سينك تربيع تي ناقص 1
على 2 الكل على 2 باي، هذا الاوتبوت مالت السيستم. اوكي زين، طبعا اقدر احل سؤال بصيغه ثانيه باستخدام الخصائص، لكن انا حليته بالتكامل على اعتبار انه فرضت فرضيه انه فرض علي بالسؤال حل باستخدام التكامل. حاول تحل السؤال نفسه باستخدام خصائص تحويل فوريير والمفروض توصل الى نفس النتيجه.